بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه واهتدى بهداه واصل قراءة شرح ثلاثة الأصول فضيلة الشيخ الإعلام محمد بن صالح التميمي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وبعد أن ذكر ما زلنا في ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب بأركان الإيمان، ونحن في الركن الثاني أركان الإيمان ستة، تؤمن بالله قال وملائكته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نوح ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليها. أخرجه البخاري. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أعدادهم الملائكة. حتى سبحان الله يؤتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، هذه لو تضربها 70,000 70,000 أربعة مليار 49 عد الأصفار وضيف لها 49 4 مليار 900 مليون. أين هذا؟ بس الملائكة التي تجر سبحان الله يعني تجر تأتي بجهنم يوم القيامة. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق في البخاري. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر
أي بالمطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومثل مالك الملك ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه، بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جميلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائقين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، وقال: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله جل وعلا يعينه. أخرجه البخاري. وفيه أيضا عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول في الأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. أخرجه البخاري. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائقون، وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. هذا صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.